أنا هذه الليلة حصل لي موقف قريب من موقف حصل لي قبل سنتين. كان عندي محاضرة في أبها، وكانت المحاضرة عن الغناء، فالأخ المنسق للمحاضرة من شدة فرحه وحماسه اتفق مع دكتور في الجامعة ليأتي ويقدم المحاضرة، يعني يعمل مقدمة الحمد لله والصلاة والسلام، فليتفضل الشيخ مشكورا. فالدكتور تحمس، قال كم بقي على المحاضرة؟ قال بقي عليها شهر. قال كويس انك خبرتني مبكر حتى احضر مقدمة تليق بالشيخ. قال يا شيخ يا دكتور ما يحتاج مقدمة طويلة، هي كلها كلمتين فليتفضل مشكورا وانتهينا. قال لا انا حعمل مقدمة يعني تليق بالشيخ. جئت انا وجلست، ضار مشوار من الرياض، وجاء الدكتور وجلس بجانبي معه دفتر. عادة اللي بيقدم محاضرة يكون معه ورقة صغيرة فيها أربعة أسطر، فهو الرجل جاء ومعه دفتر. قلت أنا هذا مدرس خصوصي ونسي الدفتر معه ولا إيش القصة؟ فسلم عليه وقلت تفضل بسم الله، المحاضرة بين المغرب والعشاء يعني كلها ساعة. فبدأ قال الحمد لله الذي خلق السماوات وخلق المخلوقات ورفع المدري إيش والجبال والأشجار وأنا أنظر للساعة، فذهب عشر دقائق فقط في المقدمة. ثم قال أما بعد، قلت الحمد لله جاء الفرج. فقال الشيخ سيتكلم عن الغناء، وما أدراكم ما الغناء؟ إنه مزمار الشيطان الذي قال الله تعالى فيه. قلت في نفسي إن الله نلا الأخ يلقي المحاضرة ولا يقدم، وأنا كان بين يدي كروت بطاقات فيها المحاضرة مكتوبة، الآيات الأحاديث أقوال العلماء الخاتمة، وبدأ يسرد الآيات كلها، وأنا أخذ ورقة وأحطها على جنب والثانية على جنب والثالثة على جنب والرابعة، صعب أعيد نفس الكلام. لما انتهى من الآيات قلت في نفسي الحمد لله جاء الفرج، بقي نصف ساعة على العشاء. فقال وأما الأحاديث فهي أكثر، قال صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون، ويستمر يسرد الأحاديث وأنا أنظر إلى الساعة وأنظر إلى أوراقي، ما أدري هو صور أوراقي قبل المحاضرة ولا سوى هكرز على كمبيوتري وأخذها. المهم أرفع الأحاديث كلها التي بين يدي، ما بقي معي إلا أقوال العلماء، وبقي قريب من 20 دقيقة على أذان العشاء. فقال وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قلت يا أخي زودتها حبتين أنت ترى. ويسترد أقوال العلماء. لما بقي ربع ساعة 13 دقيقة على أذان العشاء قال والآن فليتفضل الشيخ مشكورا، وأعطاني الميكروفون. نظرت فإذا بين يدي ورقة واحدة مكتوب عليها الخاتمة. يعني ماذا سأقول؟ فقلت لما وضع الميكروفون عندي، قلت والآن أيها الإخوة انتهت المحاضرة وجاء وقت الأسئلة.